الحقيقة الإعلام المصري النهاردة فقد واحد من أهم الشخصيات والرموز الإعلامية في المجتمع المصري على مدار عقود طويلة. عرف عنه أنه أرشيف متحرك للفنانين المصريين ولكبار المطربين زي عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وعبد الوهاب وفريد الأطرش وآخرين. فقدنا الأستاذ وجدي الحكيم رحمة الله عليه، الإذاعي القدير والشخصية الشهيرة في الإعلام المصري والمقرب من كبار رموز الوطن العربي والشخصيات الفنية الكبيرة، وده أثناء تلقيه العلاج في لندن. ويعني بنعزي أسرته وبنعزي أنفسنا وبنعزي الشعب المصري وأسرة الإعلام المصري على فقيد الإعلام الإذاعي القدير الأستاذ وجدي الحكيم رحمة الله عليه، ربنا يتغمده برحمته الواسعة. هنشوف تقرير ونرجع نتحاور مع أحد المقربين، مع الراحل وجدي الحكيم. أستاذ عبد الحليم حافظ، ازاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبي، ازيك انت؟ الاخوه المستمعين عايزين يطمنوا عليك. ازاي مصر يا وجدي؟ بخير الحمد لله. كويسه؟ انت ازيك؟ هادي وصل برافو، كلنا منتظرينك. الله يخليك يا وجدي. هتيجي امتى ان شاء الله؟ كويس الحمد لله. انا بكلمك من برنامج الف سلام عشان الاخوه المستمعين عايزين يطمنوا عليك. هذه آخر مكالمة أجراها العندليب عبد الحليم حافظ قبل وفاته في لندن في مارس سنة 77 مع الإعلامي وجدي الحكيم الذي وفاته المنية هو الآخر بعد 37 سنة من نفس المكان، لندن 16 يونيو 2014. مدام وردة من لبنان وفي مرحلة الصبا. أيوة. يعني بداية النضج، نقول بدأت تتبلور شخصية وردة في لبنان. ما في شك. عن عمر يناهز 80 عام رحل الإعلام الكبير وجدي الحكيم رئيس لجنة التراث باتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد صراع مع مرض الكبد تم على أثره نقله إلى لندن لتلقي العلاج. وجدي الحكيم من مواليد يونيو 1934، درس في كلية الأداب وحبه للإذاعة دفعه للالتحاق بها، حيث قدم برامج إذاعية وأدبية، ويعد أحد المهتمين بالموسيقى والغناء وأحد رعاته في مصر. العين السود دي الاثنين قاعدين بيقولوها مع بعض شيء عبقري، تيجي نقدمها. والدي في السنين قالتي فرقتنا. على مدار السنوات الماضية ظل وجدي الحكيم يكشف كنز أسرار نجوم غابوا عنا كعبد الحليم حافظ وسعاد حسني وغيرهم. بليغ حمدي يعني صدقت عليه نبوءة محمد فوزي العظيم اللي قدمه لأم كلثوم وقال لها الشاب اللي انت شايفاه ده اللي مصر هتغني له في 50 سنة اللي جاية. تعكف أسرة الراحل وجدي الحكيم على إنهاء إجراءات السفر وخروج الجثمان من المستشفى بلندن حتى يصل جثمان الإعلامي وجدي الحكيم إلى مصر، وحتى لحظة إعداد التقرير لم يعرف متى ستقام صلاة الجنازة. رحم الله الإعلامي الراحل وجدي الحكيم. كريم شيخ، برنامج مصر الجديدة مع معتز الدمرداش.